أهلا بكم في قناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2، تقديم بسنت محمد. حاول فتحي تجاهل الرائحة العفنة المنبعثة من العجوز المحتضر بلا جدوى، حتى أنه فشل في العثور على قناة وريدية مرتين. أصابعه كانت ترتجف، وهو ما أوعزه لشعوره بالنفور من الرجل. شاهد الدماء المنبثقة في دفقات متقطعة واهنة من ذراع العجوز الضامر جراء محاولاته الفاشلة لإدخال الإبرة في أوردة الرجل لضخ بعض المحاليل في جسده. كانت دماء سوداء لا أثر للون الأحمر بها، دماء بعثت معها المزيد من رائحة التحلل الشنيعة. لم يتحرك عبد النبي من مكانه ولم يفكر في مساعدته، فقط ظل واقفا في ركن الحجرة ممسكا بالمصباح الزيتي في صمت وجمود دون أن يبدو على وجهه التأفف من الرائحة. بدا وكأنما اعتاد عليها. غالب فتحي نفوره واشمئزازه، وقرب نظره من ذراع مريضه الصامت وهو يتحسس بأطراف أنامله بحثا عن الوريد. جلد العجوز كان باردا كالموت. إنه لأعجوبة حقيقية أن يظل هذا العجوز حيا حتى الآن. هذه المرة نجح وبارتياح كبير. راح يراقب السائل في الأنبوب والذي بدأ يتحرك نحو جسد الرجل في سرعة. انتبه في تلك اللحظة أنه قد صار بمفرده في الغرفة، فقد كان المصباح معلقا في قائم بجوار الحائط، لكن عبد النبي كان قد اختفى. تحرك نحو باب الغرفة وأطل برأسه من الباب مطلعا على الظلام المطبق على المكان. لم يرى أي أثر لكاتب الوحدة الصامت في أي مكان، فهتف في قوة: عبد النبي، هل أنت هناك؟ تردد الصدى بين الجدران برنين عجيب. كان الصدى لحوح مريب موجس، وللحظة شك فتحي أن هناك من يردد كلماته من قلب الظلام لتبدو كصدى لما قاله. هناك، مغمور بالتوتر والترقب، عاد للحجرة ليراقب العجوز. كان وجه العجوز على نفس جموده، وصدره يرتفع وينخفض في حركة ضعيفة. انتهى المحلول الأول فأبدله بمحلول ملحي آخر، وقد خمن أن العجوز يعاني من أعراض جفاف شديد، وأنه قد يحتاج لأكثر من زجاجتين في هذه الليلة، بل وربما لبعض الدماء كذلك. لكن من أين يأتي بأكياس الدماء في مكان ناء كهذا؟ من العجيب أنه وجد مخزون ضخم من المحاليل في الدولاب المصنوع من الألمنيوم بالغرفة. شعر بالدهشة، فحتى في قلب القاهرة من العسير أن تجد مثل تلك الكمية في مخزن مستشفى كبير، فكل الأدوية والمحاليل في تلك الفترة كانت مخصصة للمجهود الحربي، مخصصة للجيش العظيم الذي تحرك في نهاية شهر مايو مختالا في شوارع القاهرة في حشود لا نهاية لها من المدرعات والعربات المجنزرة والدبابات الثقيلة وناقلات الجنود. بينما احتشدت الجماهير في الشوارع وشرفات النوافذ وهي تلقي عليهم الورود والأزهار وتهتف لهم في جنون ونشوة، هذا جيش التحرير، الجيش الذي سوف يقضي على إسرائيل للأبد كما وعد الزعيم، وكما تعد الإذاعة والتلفزيون، وكما تعد أم كلثوم وعبد الحليم حافظ في أناشيدهم وأغانيهما. لكن الجيش لم يحارب، وانهزم قبل أن تبدأ الحرب، ليس لقلة بؤس رجاله بل لفساد قادته. كانت هزيمة يونيو مؤلمة، وعادت فلول الجيش بعد يونيو لتعبر نفس الشوارع في انكسار وضعف، والجماهير ترمقها في استياء وغضب وسخرية مقيتة. بالفعل كم كانت هزيمة يونيو مذلة موجعة لعين. نفض رأسه ليطر تلك الذكريات المخيفة منها، وقد عاد الصداع ليفترس عقله بينما نبض الألم ثانية في ساقه ليذكره أنه كان هناك، كان في سيناء، وأن تلك الشظية التي سكنت فخذه شاهدة على ذلك. انتهى المحلول الثاني في نحو الدقائق العشر، ففحص فتحي المريض. لم يبدو عليه أثر للتحسن، بدا على نفس جموده. تذكر تحذير الطفل الذي جاء برفقة المريض والرجال: ابقيه حيا، إنهما يومان فقط ما يحتاجه، وسوف نأتي لنأخذه في اليوم الثالث، لكن لا تدعه يموت قبلها. ابتسم وهو يستبدل المحلول الثاني بآخر وهو يغمغم في سره: لقد انتهى زمن المعجزات يا فتى، والمعجزة الحقيقية أن تشرق الشمس وهذا العجوز ما زال حيا. لقد فات وقت العلاج منذ وقت طويل لو كنت تدري. خمن أن الرجل يعاني من أورام سرطانية في مرحلة متقدمة، وقد انتشرت الثانويات في كل جسده. كان الرجل بحاجة لفحوصات مختبرية وفحص إشعاعي وخبير بعلاج مثل تلك الحالات. كل هذا غير موجود. هنا فقط طبيب شاب حديث التخرج قليل الخبرة ووحدة صحية لا تعد بالكثير.
رمقه لمرة أخيرة، ثم قرر أن هذا أكثر ما يمكن أن يقدمه له في مكان كهذا. ضثره بغطاء ثقيل، ثم صعد لغرفته مصطحبا المصباح الوحيد في المكان معه. لن يفيد الضوء هذا المريض، لكنه كان بحاجة له، يحتاج لأن يرتب أغراضه، يحتاج لأن يخرج علب الأغذية المحفوظة من حقيبته. ففي تلك اللحظة عادت أحشاؤه للتقلص مذكرة إياه بالجوع. في الظلام بدت الوحدة الصحية موحشة للغاية، غمره ذلك الشعور البدائي المبهم بالخوف من الظلام وما قد يتوارى فيه. صعد السلم الخشبي وهو يحاول ألا يصدر حذاؤه أي صوت، وكأنما يخشى أن تستيقظ العفاريت والجان لو سمعت صوت خطواته، تماما كما اعتاد أن يفعل وهو صغير حين كانت مثانته تمتلئ بالبول في منتصف الليل ويرفض أخوه الأكبر الاستيقاظ لمرافقته للحمام. وقتها لم يكن أمامه إلا أن يعدو من غرفة نومه للحمام عبر الصالة واهنة الضوء، محاذرا أن يصدر عنه أي صوت. كان يخشى أن تستيقظ العفاريت الرابضة خلف الستائر أو داخل الخزانة أو أسفل الكنب الكبير في الصالة مع صوت أقدامه. وكم من مرة أغرق سرواله بالبول وهو يتعجل إفراغ المثانة في الحمام حين كان يدب في المكان صوت مفاجئ. دخل حجرته وأحكم إغلاق بابها من خلفه مثلما كان يفعل حين يشعر بالخوف وهو صغير، وكأن هذا الباب المغلق سوف يمنع عنه الوحوش والأشباح والعفاريت. وضع المصباح على الطاولة ليرى أن هناك صينية مليئة بالطعام فوق فراشه، وعليها أرز ونصف دجاجة مسلوقة وخضار مطبوخ وخبز وزيتون. هل جلبها عبد النبي من أجله؟ لكن متى فعل؟ ربما فعلها حين اختفى من أمام الحجرة وهو منهمك في علاج مريضه. كان الجوع يقرصه فنفض تلك الأفكار من رأسه وانهمك في تناول الطعام. انتهى من الطعام وأشعل سيجارة وتحرك نحو النافذة وهو يدخن. السماء لا زالت تمطر والرياح تصفر بالخارج وهي تضرب الجدران والأشجار في عنف، والظلام بدا في تلك اللحظة بدائي مخيف. جو مخيف مقبض أكثر مما عاشه من قبل في الصحراء حين كان في الجيش، فمهما كانت مخاوفه كان هناك برفقة الجنود الآخرين. أما هنا فهو في بناء مظلم سيعيش فيه لوحده، وفي الطابق السفلي منه يركض عجوز غامض يحتضر، ويا لها من رفقة. انتهت السجارة فبدلها بأخرى. كان هذا حين انتبه إلى تلك الأصوات التي تعوي بالخارج. أرهف السمع ليتأكد من تلك الأصوات وسط صخب الرياح والأمطار، وحين دقق النظر انتبه على صف من أشباح حيوانات تحيط بمبنى الوحدة الصحية من خارج السور في نصف دائرة، وهي ترفع عقيرتها للسماء وتعوي في وقت واحد. حاول أن يتعرف على تلك الأشباح المتسربلة بالظلام وقلبه يرتجف. هل هي كلاب أم ذئاب؟ أم أنها أشياء أخرى لا يتمنى أن يعرف حقيقتها؟ لا يدري. أكثر ما أفزعه هو تلك الوقفة المريبة لتلك الحيوانات. شعر وكأنها تستهدف المكان بعوائها، بدا وكأنها لا تهتم بالطقس العاصف الممطر من حولها. ثم ألح على عقله خاطر غريب، ماذا لو هاجمت تلك الحيوانات المبنى؟ لن تصل إليه حتما، فجدران المبنى كله من الصخر وباب حجرته كما يرى قوي للغاية، ولن يسمح لتلك الحيوانات باختراقه. إنه إذن في مأمن منها، لكن ماذا عن مريضه بالأسفل؟ تذكر أنه لم يتأكد إن كان باب الوحدة الصحي الخارجي موصد أم لا قبل أن يصعد لحجرته. لقد خمن أن عبد النبي قد أغلقه من خلفه، لكن ماذا لو لم يفعل؟ ماذا لو اقتحمت تلك الحيوانات التي تلمع عيونها في ظلام المكان وهاجمت المريض العاجز ونحشت جسده؟ فكرة مرعبة، فكرة أن من واجبه أن يهبط ليتأكد من إغلاق الباب، لكن دافعا خفيا في عقله دفعه ألا يفعل. مضت نحو 10 دقائق وهو في مكانه خلف النافذة وهو يراقب أشباح الحيوانات التي ظلت تعوي. وحين ضرب لسان من البرق صفحة السماء المظلمة رأى الأشباح الآخرين المستترين في الظلام خلف أشباح الحيوانات. أكثر من صف من أشباح رجال ونساء تقف في الظلام والبرد والمطر وهي تحيط بمبنى الوحدة الصحية في جمود. انتفض في عنف وهو لا يدري ما يحدث، من هؤلاء وماذا يفعلون بالخارج؟ ومع شعوره بالفزع كان يشعر أن شيئا شريرا يحدث. راحت ساقات ارتعشان، لكنه لم يفارق مكانه. وحين عاد البرق ثانية ليضيء المكان رأى أن صفوف الأشباح البشرية صارت ملاصقة لصف الحيوانات، وفي وقت واحد راحت الأشباح البشرية تعوي في صوت واحد مخيف، صوت حاد له واقع غير آدمي.
تعوي وكأنها تردد أناشيد وثنية قديمة. فكر في أن يفتح النافذة وأن يصرخ فيهم أن يبتعدوا، أن يسألهم ماذا يريدون منه، لكنه لم يجرؤ، كان خائف، كان يرتعش. ثم حانت منه التفاتة للأسفل حين سطع البرق للمرة الثالثة، وهناك وبداخل الحديقة رأى الرجل المريض واقفا في الظلام ووجهه مصوب للحشود بالخارج. لم يبدو على هيئته المرض في تلك اللحظة، وبعيون جاحظة أدرك فتحي أن المريض يعوي هو الآخر ويشارك رفاق أنشودتهم الغامضة. ما يحدث كان كابوسا ثقيلا مخيف. تراجع فتحي لداخل الغرفة، ثم تكوم حول نفسه في الفراش وغطى وجهه بالغطاء الصوفي الخشن، وكأن هذا سيبعد عنه شياطين العالم كله، وبدأ جسده ينتفض. مضت نحو ساعة كاملة من الترقب والرعب قبل أن تختفي الأصوات القادمة من الخارج كلها مرة واحدة، ليسود المكان صمت رهيب. توقف المطر وسكنت الرياح تماما، وتوقف العواء والإنشاد، لكن الفزع رغم هذا لم يفارقه. ظل جسده يرتجف وعشرات الأوهام المرعبة تمرح في عقله. أي استقبال لعين هذا تستقبله به تلك البلدة الملعونة؟ ومن هؤلاء؟ ولماذا تجمعوا حول الوحدة الصحية بالذات؟ هل هم سكان أهل البلدة؟ أم أنهم أشباح موت؟ وهل أتوا من أجله؟ أم جذبهم للمكان ذلك المريض العجوز المحتضر؟ مهما كانت إجابة تلك الأسئلة، فالمكان ملعون، وآخر ما قد يفكر فيه هو أن يستمر فيه. سيرى إن كانت هناك وسيلة ما تبعده عن المكان إلى أي مكان مأهول قريبا. تذكر نصيحة السائق العجوز ناصر البربري، وفي تلك اللحظة تمنى لو كان قد أطاع وعاد معه للمدينة ثانية. التسجيل الصوتي خاص بقناة روايات صوتية باللهجة المصرية 2. سقط ضوء الصباح على عيني، فهب من الفراش في فزع مرة واحدة كالملسوع وهو يتلفت حوله في خوف. ثم سكن خوفه حين وجد أنه ما زال بحجرته وأن الصباح قد أتى ولا خطر هناك. رمق الحجرة التي لم يعتادها بعد وصينية طعام الأمس التي وضعها في أحد الأركان، ثم عاد ليجلس على طرف فراشه وهو يلهث وكأنه كان في سباق مميت. مرة واحدة وكأنما ينشأ من العدم ظهر الصداع المعتاد الذي راح يمزق خلايا عقله الرمادية. بدت له أحداث الليلة الماضية في تلك اللحظة كذكرى بعيدة تخص أحد غيره، كابوس مرعب من المستحيل أن يحدث في هذا العالم الواقعي الذي ينتمي له. تمنى أن يكون محقا وأن يكون ما رآه خارج المكان حلم تخيله. ثم وكأنما جلبت الذكرى المخيفة الألم، أغمض عيني في اللحظة نفسها في وجع وغمضة من الصداع التي لا تحتمل تشق خلايا عقله وهي تتحرك من الجانب الأيمن للأيسر. استمرت النوبة لنحو الثانيتين فقط، لكن وككل مرة تصاعد الحمض في حلقه وغثيان عنيف يكتنفه. لكن خاطر آخر طاف بعقله في تلك اللحظة، هل عاد لهلوسات ورؤى مخيفة؟ حين عاد من الجبهة وقبل إنهاء خدمته في الجيش بعد إصابته التي سببت له إعاقة دائمة في ساقه، بدأت الأشباح تظهر طوال الوقت أمام عينيه. أشباح رفاق الجبهة، رفاقه الموت، إبراهيم التهامي وسعيد المسيري وغريب الطويل وجورج ملاك والرائد محمد شريف وباقي الرفاق. كان يراهم حوله في كل مكان في النهار والليل، يراهم حوله وهم يتناولون الطعام، يسيرون بجواره في الشارع، يجلسون حوله في المقهى، ويحيطون بفراشه ويطوفون بجدران حجراته في المساء، ينظرون إليه وهم صامتون عابسون، يقذفوا أحيانا بنظرات كلها لوم، وكأنهم يسألونه لماذا كان الوحيد الذي لم يمت. كان يراهم وأجسادهم سليمة حينا، وأحيانا أخرى يراهم وأجسادهم ممزقة الأشلاء تسيل منها الدماء. وكانت أكثر اللحظات حين يستيقظ من الكوابيس التي تأتي كل ليلة ليجد أحد أشباح الرفاق في مواجهة وجهه وهو يراقبه في الظلام في صمت. الغريب أنه منذ جاء هذه البلدة لم يرى أي من تلك الأشباح، والأكثر غرابة أنه لم يرى كابوسا واحدا. حتى مع أحداث الليل الرهيبة نام نوما هادئا، تناول علبة الدواء وقذف في فمه حبتين من الإسبرين وهو يتمنى ألا تسبب له قرحة أو نزفا بالمعدة وهو يتناولها دون طعام. ثم أشعل سجارة أخرى وهو يجول بعينيه في الحجر. توقفت عيناه عند الكراتين الورقية فوق الخزانة والتي خمن أنها تعود لذلك الطبيب الذي كان هنا قبله، بل وربما كانت تخص طبيبا آخر أقدم من سابقه. ما الذي تحويه؟
تحرك نحوها وبجهد أنزل الصندوق الورقي الأول، كان مغطى بالغبار الكثيف، فسعى الفتح وهو ينفضه بكف يده. هذا الغبار يعني حتما أن أحد لم يقربها كما يبدو منذ شهور. بداخل الصندوق كانت هناك عشرات الكتب والمجلدات، وبعينين متسعتين شغفا وانبهار راح يخرج أكوام الكتب وهو يطالع أغلفتها في غير تصديق. كانت القراءة هواياته الوحيدة تقريبا، وقد حرص على جلب عشرات الكتب معه ليتسلى بقراءتها في هذا المكان النائي، وهو الآن يعثر على كنز مماثل. كانت في أغلبها روايات لكبار الكتاب، عودة الروح لتوفيق الحكيم، خان الخليلي لنجيب محفوظ، الأيام لطه حسين، والكثير من كتب العقاد والكثير من أعداد مجلة الهلال. نسى الوقت وهو يخرج كل الكتب من الكرتونة وينظفها في حرص من الغبار، وحين انتهى كانت ملابسه مليئة بالتراب. وقد رص الكتب بجوار الجدار وأحصاها، فكانت نحو 70 كتاب ورواية غير أعداد المجلة. كنز حقيقي. رفع رأسه نحو الخزانة ونظر للصندوقين الباقين وهو يمني نفسه بالمزيد من الكتب داخلها، وفكر في إنزال الصناديق والنظر إلى ما داخلها، لكنه نظر لساعته التي أشارت لنحو 10، فقرر أن يؤجل هذا لفترة ما بعد الظهيرة. عليه أن يهبط للطابق السفلي ليرى إن كان هناك مرضى بانتظاره، ثم تذكر مريض الأمس فابتلع ريقه في قلق، وهو يتمنى لو كان بإمكانه تجاهله، لكن هذا كان مستحيلا. ماذا لو ازداد المرض حدة وكان بحاجة إليه؟ من واجبه أن يراه حتى لو كانت رائحته تزعجه أو كان منظره يخيف. بدل ملابسه وفتح باب الحجرة ليجد صينية طعام أخرى تحوي بعض قطع الجبن والخبز الطازج والبيض المسلوق. ابتسم في تلذذ مستمتعا بالطعام الذي لم يتعب في تجهيزه، وراح يتساءل وهو يتناوله، هل يدوم مثل هذا التدليل ويجلبون له طعام في كل يوم، أم أنها تلك الأيام الأولى فقط، وأن عليه بعدها أن يعد طعامه بنفسه. انتهى من تناول الإفطار وبدل ملابسه ثم هبط. كان المكان في الطابق السفلي صامتا كقبر. مر بالحجرات المغلقة فلم يرى أي أحد، لا مرضى ولا عايدة ولا عبد النبي. وما أن اقترب من حجرة الملاحظة حتى استقبلته الرائحة العافنة مرة أخرى لتنفي أن ما حدث بالليل كان وهما أو حلما. اتجه بتوتر نحوها ليرى المريض المحتضر، المريض الذي خرج إلى العراء في الظلام حيث العاصفة والمطر، وراح يشارك رفاقه عواءهم الغريب. كانت عايدة هناك تنظف الغرفة بينما المريض على الفراش ساكن كالموتى. فقط تلك الرائحة الخفيفة من صدره هي ما تشير لكونه لا زال حيا متوترا من ذكرى الليل. تطلع إليه فتحي من بعيد، شعر بالنفور منه، وزادت تلك الرائحة المنبعثة من جسده من نفوره. نظر إلى عايدة التي لم تلتفت إليه وقال صباح الخير. لم ترد، فقط هزت رأسها بإيماءة خفيفة، بدت وكأنها لا تعبأ بوجوده. كيف حاله؟ سألها وهو يتحسس نبض ذراعه الأيمن. يمكنك أن تخبرني. إنه لا يتحدث ولا يبدو أنه يشعر بما يدور حوله أو حتى أين يكون. لقد جاءوا به بالأمس، حقنته ببعض المحاليل المغذية. تمنيت وقتها لو أخبر زوي أن الأمل ضعيف، لكنهم تركوه وذهبوا. سيعودون له مرة أخرى، قالتها باقتضاب. وضع السماعات على صدره وراح يصغي لصوت الدقات الضعيفة ثم قال هل تعرفين من يكون؟ إنه أحد سكان البلدة، ظننت أن هذا واضحا يا دكتور. وأنت من البلدة ولهذا أتوقع أنك تعلمين من يكون، أليس كذلك؟ رمقته في صمت. رأى بعض اللامبالاة في عينيها ممزوجة بمقت غريب. هذه المرأة لا ترحب بوجوده، لكنها قالت في النهاية اسمه الحاج جمعة وينادونه بأبي خالد، إنه واحد من الأعيان ولديه الكثير من مزارع التين ومئات الماشية والأغنام. لكن حالته متأخرة للغاية، في الواقع إنه يحتضر. هذه المرة التفتت نحوه لدهشته، رأى بعض التوتر ولمحة من الخوف تعكر صفو وجهها الجامد. اختلجت شفتاها وبدأ وكأنها تحاول قول شيء ما، ثم سرعان ما تمنع نفسها، لكنها قالت في النهاية بصوت مبحوح من الأفضل ألا تدعه للموت يا دكتور. هل هذا تهديد؟ لماذا تعتقد هذا؟ قد تكون نصيحة. والآن دعني أواصل عملي، قالتها وغادرت الغرفة وكأنها تهرب منه. راح لبعض الوقت يفكر في قولها، نفس التهديد الذي أطلقه الصبي الصغير لا تدعه يموت، وكأن الأمر في يده، وكأن الطب يصنع المعجزات ويحيي الموتى.
نظر للعجوز المحتضر ولاحظ الضمور الهائل في ذراعيه وساقيه، ما تبقى فيهما لا يزيد عن طبقة من الجلد المترهل اليابس وأسفلها العظام. في أي وقت آخر كان ليقسم أن مريض كهذا لن يقدر على تحريك إصبع واحد في جسده، لكنه رأى ليلة أمس وهو يقف على قدميه في ثبات رغم الريح والمطر، بل وقد كان يعوي كذلك. كتم أنفاسه وهو ينحني نحوه ليمنع الرائحة الخانقة المنبعثة من الجسد المتآكل من النفاذ لأنفه. حرك الذراعين فكان متيبسين للغاية. جرب تحريك القدمين فلم تستجيب له، لقد ضمرت العضلات وذابت الأربطة وتخشبت تماما. هذا رجل قعيد منذ زمن طويل، إذن لا يوجد تفسير لرؤيته بالأمس إلا شيئين: الأول أنه كان يتوهم وهذا محتمل، والثاني كان خاطرا مخيفا. هذا الرجل ممسوس، اقشعر جلده ووجد نفسه يقترب من رأس الرجل ويهمس: هل يمكنك سماعي؟ هل يمكنك أن تخبرني بما تشعر به؟ ثم مضت لحظة من الترقب وجاءت الإجابة. لم يفتح الرجل فمه ليجيب، بل فتح عينيه معا مرة واحدة. صرخ فتحي في فزع حقيقي وهو يتراجع للخلف ليصطدم بحامل المحاليل ويسقط معه. فبدلا من أن يرى عين الرجل كان هناك تجويفان مظلمان ممتلئان بالدود الحي. جذبت صرخته عايدة التي أتت للغرفة مسرعة، لكنها لم تكن بمفردها. كانت هناك امرأة أخرى خلفها لم ينتبه لها فتحي، رغم أنها قالت: ما الذي يحدث هنا؟ لم ينتبه لها فتحي في البداية وأشار نحو العجوز وهو يصرخ: عيناه، هناك الكثير من الدود بداخلهما، هذا بشع، بشع للغاية. بينما تحركت عايدة في ثبات نحو فراش الرجل وانحنت نحوه، كاد فتحي أن يصرخ فيها ألا تقترب منه أو تلمسه، لكنها فتحت مقلتيه ونظرت فيهما للحظة قبل أن تستدير نحوه وتقول: لا وجود للدود ولا أي شيء آخر غريب، عيناه في مكانهما يا دكتور، ربما توهمت هذا. كلا، كانتا متآكلتين وفيهما الدود، يمكنك أن ترى بنفسك طالما لا تصدق. نظر فتحي حوله في اضطراب بينما انحنت عايدة نحو حامل المحاليل لترفعه عن الأرض. وجد يد رقيقة رشيقة تجذبه من ذراعه وتعاونه على النهوض. رمقها في حيرة قبل أن ينتبه لها، ورغم توتره اتسعت عيناه في ذهول. كانت شابة غير مصرية، أوروبية أو أمريكية كما يبدو جليا في ملامحها، قوام رفيع وعيون زرقاء وشعر ذهبي أشقر وابتسامة عذبة تكشف عن صفين من أسنان نضيضة لامعة كاللؤلؤ. مدت ذراعها نحوه كأنها ترحب به وقالت: اسمي سارة، ولا بد أنك الطبيب الجديد هنا. قالتها بعربية سليمة وانشابتها لكنة غريبة، كانت تتحدث كالأجانب الذين عاشوا في البلد أعوام طويلة وتعلموا العربية فيها. تطلع فتحي إلى الذراع الممتدة نحوه في حيرة وكأنه لا يعرف كيف يجيب عليها، فاتسعت ابتسامتها العاذبة وهي تقول: ألن ترحب بي؟ وكأنما جذبته كلمتها من حيرته فأسرع يصافحها وهو يقول: أنا الدكتور فتحي عبد الوهاب، طبيب الوحدة الجديد. قبضت على كفه بقوة وهي تقول: والآن أخبرني يا دكتور عبد الوهاب، ما الذي أفزعك؟ لقد كنت تصرخ بينما كنت أدخل. كانت تناديه نفس الطريقة الغريبة باسم أبي أو عائلته كما تعتقد. ابتلع ريقه وعاد منظر المقلتين الفارغتين الممتلئتين بالدود اللزج يملأ مخيلته، فسحب كفه من يدها بتوتر واتجه نحو العجوز الراقد وبيد مرتعشة فتح مقلتيه. هذه المرة لم يرى غير عينين باهتتين بلا بريق وقد غشيتهما سحابة بيضاء. لم يكن هناك فجوات فارغة ولا دود يمرح فيها، فهز رأسه في قوة وكأنما يفرغ توتره ثم قال: لا شيء، يبدو أنني متعب بعض الشيء. كانت عايدة تقف في ركن الغرفة منتصبة في جمود كتمثال وثني قديم، بينما تحركت سارة نحو الفراش وانحنت نحو العجوز المحتضر دون أن يبدو عليها التأفف من رائحته الخانقة، وراحت تمسد جنتيه وشعره بأناملها الرقيقة وهي تردد: يا للمسكين البائس، أنت لا تعرفه يا دكتور، إنه رجل صالح، جمع العجوز الطيب، طالما دعاني في بيته وطالما قص لي حكايات المكان وتاريخه، لكن المرض اللعين أتى بغتة وسرعان ما فتك بجسده كما ترى، أنا هنا لزيارته، أنا هنا لأصلي من أجله. راقبها فتحي في دهشة وقد ركعت بجوار الفراش وضمت كفيها أمام وجهها وأغمضت عينيها وراحت تتمتم بشفتيها صلاة غامضة. مضت نحو الدقيقة من الصمت المطبق
راقبها فتحي في دهشة، استحالت لاضطراب عنيف حين انتبه لنظرات عايدة الزائغة التي ترمق بها سارة. رأى خوف مبهم يلوح في خلجتها، خوف شديد أو شيء آخر، كره كبير. انتهت سارة ثم نهضت وانحنت نحو جبهة جمعة وقبلتها ببساطة وقالت: ستكون بخير يا جمعة، أعدك بهذا. وكالمعجزة فتح الرجل المحتضر عينيه وقد عاد لهما بعض البريق، وعلى وجهه ارتسمت ابتسامة شاحبة، ابتسامة جعلت قلب فتحي يثب في صدره متوترا. بينما التفتت سارة إلى فتحي وقالت: افعل كل شيء تقدر عليه لتحافظ على حياته يا دكتور عبد الوهاب، افعلها من أجلي أرجوك، حافظ على حياته ليومين آخرين فقط. وجد نفسه يقول في توجس وهو يرمق وجه الرجل الذي أغلق عينيه مرة أخرى وقد تلاشت أثر الابتسامة من وجهه: ولماذا يومين فقط؟ ماذا قد يحدث بعدهما؟ قالها وقد تذكر حديث الصبي، فاقتربت منه حتى كادت أن تلتصق به، وقد بدد عطرها الحلو الكثير من رائحة الرجل المحتضر وقالت: لم أقصد مدة محددة، يبدو أنني أسأت التعبير، فقط حافظ عليه لأطول وقت ممكن. يحافظ على ماذا؟ رجل محتضر؟ بدت إجابتها غامضة ومريبة، ورغم عذوبتها وابتسامتها الفاتنة شعر ببعض التوتر منها، خاصة قد ظلت عايدة تنظر إليها بنفس التوتر، فقال في اقتداب وهو يتراجع للخلف: سأحاول. ثم نظر إلى عايدة وأمرها أن تحقنه بالمزيد من المحاليل المغذية. وبينما بدأت عايدة في تنفيذ أمره قالت سارة: ما رأيك في نزهة قصيرة بالخارج؟ الجو لطيف والسماء لم تعاود الأمطار بعد، أنا واثقة من أن تلك النزهة ستروق لك. شيء ما في عقله الباطن كان يدعو لي ألا يستجيب لدعوتها، لكنه تجاهل هذا التحذير الداخلي، قد رأى أنه لا خطر هناك من التنزه مع شابة فاتنة كهذه، فابتسم وهو يقول: بالطبع يسعدني مرافقتك. تأبطت ذراعه في بساطة وغادر الغرفة، لكن نوبة من الصداع الرهيب فتكت برأسه مع أولى خطواته خارج الغرفة. جاءت نوبة الصداع كعادتها بغتة بلا نظير، جاءت كصاعقة من البرق، برزت بغتة في سماء صيف صاف. وقع على ركبتيه وهو يحيط رأسه بذراعيه في توجع، قد أغمض عينيه بقوة وهو يردد: رأسي، يا للصداع اللعين. انحنت سارة نحوه وقالت وهي تبعد كفيه في إشفاق: يا لك من مسكين، إنك تتألم. ثم أحاطت جانبي رأسه بكفيها وضغطت بأناملها بقوة وهي تكمل: دعني أساعدك. أغمضت عينيها في جمود، شعر فتحي بقوة أناملها الكبيرة وهي تحيط برأسه. مضت بضع ثوان قبل أن تبعد سارة كفيها عن رأسه وسمعها تقول: والآن أخبرني، هل تشعر بتحسن؟ فتح عينيه وقد شعر بتحسن حقيقي، كان الصداع قد زال بالفعل، تلاشى تماما بغتة كما أتى بغتة. ورغم الإعياء الذي يشعر به نهض ثانية وقال لها في امتنان ممتزج بالدهشة: هذا أفضل، أشكرك، لكن كيف فعلت هذا؟ كان يشعر بالريبة في الواقع، إنه طبيب وهو خير من يعلم أن الألم لا يتلاشى مرة واحدة هكذا. إنها لم تفعل شيء غير الضغط الشديد على جانبي رأسه، وهذا قد يقلل الألم بالفعل، لكنه ليس كافيا أبدا لينهي نوبة صداع عنيف كالتي هاجمته منذ قليل. أجابته سارة في بساطة: حيلة قديمة تعلمتها من صديقة صينية، إنها تدعى ميتونغ، وكانت تتحدث طوال الوقت عن الإبر الصينية والمسارات العصبية التي تتحكم بالألم والطب البديل. وقتها كنت لازلت مراهقة بائسة تعاني من بؤس الصداع النصفي الذي لم تنجح العقاقير في تحجيمه، لكن تشي يانغ نجحت في علاجي، بل وعلمتني كيف أساعد الآخرين. هذا مثير، قالها فتحي في شك. كان يغادران مبنى الوحدة الصحية في تلك اللحظة حين وجد فتحي نفسه في مواجهة اثنين من الحيوانات الضخمة يرمقان في تحفز، وقد برزت أنيابهما الطويلة من شقيهما وراح يزومان في شر. شهق فتحي في توتر وتراجع للخلف في ذعر، بينما ضحكت سارة وهي تقول: كلا يا فتحي، تقدم ولا تخف، إنهما أليفان ولا يؤذيان أحد، هل ترى؟ قالتها وهي تداعب رأسي الحيوانين ورقبتيهما. كان كلبين، أدرك فتحي هذا من المرة الثانية، لكنهما كان أضخم كلبين رآهم في حياته كلها. كان ارتفاعهما يزيد عن المتر ونصف، وكان نوعهما غريب عليه، وهو الذي لا يعرف من الكلاب غير تلك البلدية البائسة أو البوليسية السوداء الشرسة. ظل جامدا بمكانه
فوجد سارة تتجه إليه وتجذبه من ذراعه نحو الكلبين لتشجعه على الاقتراب منهما، وهي تضحك وتقول: تقدم يا دكتور ولا تشعرهما بخوفك، ألا تعلم أنهما يشمان الخوف وأن هذا يوتر الكلاب ويزيد من شراستها؟ خذ نفسا عميقا وحاول أن تربط على عنقهما ليطمئن إليك ويعتاد عليك. وجد فتحي نفسه في مواجهة الكلبين ولا يفصل عنهما غير مسافة لا تتعدى النصف متر. كان يرمقان في تحفز لا شك فيه، وكأنما يحذرانه: سنمزقك أيها الأحمق لو استهنت بنا، فقط انتظر حتى تبتعد صديقتنا سارة لترى ما سوف نفعله بما يتبقى من جسدك. كان يكره الكلاب في الواقع ويخشاها كالجحيم، وهو الذي يذكر عدد لا يحصى من مطاردتها له في الحارات والأزقة حتى زمن قريب. لكنه أمام نظرات سارة المنتظرة في صبر، وجد نفسه يمد الذراع ويربط على جانبي وجه الكلب الأقرب، ثم سمع سارة تهمس محذرة: ليس وجه الكلب يا دكتور، تؤمن الكلاب أنك بهذا تتوعدها بالشر ولهذا تهاجمك على الفور، فقط اربط فوق الرأس الكلب أو رقبته. فعل كما أمرته وقلبه ينبض في سرعة. هل تعرف الكلاب تلك المعلومة حقا التي أخبرته بها سارة؟ ولن تهاجمك ما يحدث له دوما. قبل اليوم كان من المستحيل أن يقرب كلب أو يلمسه، كان يخاف الكلاب بجنون، ولما لا وشوارع شبرا شاهدة على عشرات المرات التي طاردته فيها كلاب ضال، مطاردات كلفته جروح كثيرة وتعاطى مصل السعار مرتين. فعل كما أمرته سارة وربط على رقبتي الكلبين بوجه شاحب وصدر يلهث، فقالت سارة في سعادة: هل رأيت كم أنهما لطيفين؟ هذا اسمه تومي وذاك راتشي، لقد استحبتهما معي حين أتيت إلى هنا، ولقد كلفني هذا ثروة حقيقية، لكني دفعتها عن طيب خاطر لأنني لا أحتمل الحياة من غيرهما. كان يشعر بالإعياء في تلك اللحظة، وبالكاد كانت قدم المصابة تقوى على حمله. لقد أنهكوا كل ما مر به، فقال في ضعف: معذرة يا سارة، لكن هل يمكننا تأجيل النزهة لوقت آخر؟ أشعر ببعض الإرهاق، هل أنت بخير؟ إنها نوبة الصداع، دوما أشعر بمثل هذا التعب حين تنتهي. ابتسمت في بساطة وهي تمط شفتيها وتقول: حسنا، لنفعلها في الغد، سأكون هنا في مثل هذا الوقت، فقط أتمنى ألا تمطر السماء في الغد، وداعا. ودون كلمة أخرى استدارت وقد سبقها الكلبان وراحت تبتعد. كان يشعر بإعياء حقيقي في تلك اللحظة، ورغم أن الصداع اللعين قد غاب تماما عن رأسه بعد أن قامت سارة بعلاجه بطريقتها الغريبة، إلا أن الألم في قدمه العرجاء كان قد بلغ الذروة، وكأنما انتقل الألم من رأسه إلى قدمه. راح يعرج في مشيته وعقله مشغول تماما بسارة. من تلك الأجنبية؟ وما الذي تفعله في تلك البلدة المجهولة الموجودة في قلب الصحراء؟ وأخيرا لماذا يشعر بشيء من عدم الراحة معه؟ كان يلهث حين بلغ نهاية الرواق، وهناك وأمام المعمل كانت عايدة تراقبه في جمود وصمت، وبدا وكأنها تتساءل: لماذا عدت مسرعا ولم تتنزه معها كما أرادت؟ لكنها كعادتها احتفظت بجمودها ولم تسأل، لكنه هو من سألها وقال وقد توقف أمامها: من تلك المرأة يا عايدة وما هي حكايتها؟ لاحت ابتسامة ساخرة خفيفة على شفتيها وأجابت: لو سألتها لأخبرتك، جرب وستخبرك بكل شيء، لكني أسألك أنت، وما شأني بها يا دكتور؟ أنا أعمل هنا كممرضة وليس كمخبر سري، لو كان هناك ما يهمك بالنسبة للعمل فأنا على استعداد لأي سؤال، لكن لا تسألني عن أي شيء آخر. كانت جافة باردة، أدرك أنها لن تخبره بشيء، لكنه أمام أسلوبها الفظ معه فكر في أن يسألها السؤال المهم: لماذا تعامله بمثل هذا الجفاء؟ لكنه أحجم في اللحظة الأخيرة وابتلع سؤاله مع ريقه، ثم قال: أنا في حجرتي، لو جاء أحد المرضى كل ما عليك طرق الباب وسأهبط على الفور. يمكنك أن تخلد للراحة كما تشاء يا دكتور، لن يأتي أحد قبل الليل. بصعوبة صعد الدرج وفي حجرته ركض على الفراش وهو يلهث. كطبيب لم يكن هناك تفسير طبي لمثل هذا الإرهاق واللهاث، لقد استيقظ معافي كجرس، وحين ذهب لفحص مريضه كان بكامل عافيته، ثم تذكر أن هذا الإعياء حدث بعد أن عالجته سارة بطريقتها الغامضة من الصداع. وجد نفسه يرقد على الفراش وهو يغمغم: ما الذي فعلته بي تلك المرأة الغامضة؟ وعلى الفور غاب في نوم عميق، ثم رأى فاتن كانت تعدو في صحراء مظلمة مذعورة تصرخ في جنون،
ومن حولها تنفجر قذائف الطائرات والمدرعات، بينما وجد نفسه مقيد في رمال الصحراء في زي العسكري بخيوط خفية وهو يراقبها في عجز. ومن قلب السماء المظلمة ظهرت طائرة هليكوبتر إسرائيلية ونجمة داوود تزين هيكلها، وظهر من بابها جندي إسرائيلي شاب كان يرتدي نظارة شمسية سوداء رغم الظلام. كان وجهه يبتسم في تلذذ، وكان يمسك في يده بندقية آلية ويصوبها نحو فاتن. حاول أن يتحرك نحوها ليحميها فلم تطاوعه قدماه، حاول أن يصرخ فيها محذرا أو يناديها باسمها فلم تخرج من فمه غير همهمات مخنوقة غير واضحة. أصابتها رصاصات في ظهرها فطار جسدها الدقيق في الهواء للحظة ثم سقط. أشار لها الجندي الإسرائيلي بإصبعيه بعلامة النصر ثم ارتفعت الطائرة. انقشع الظلام فرأى سارة تقف أمام جسد فاتن الدامي، بينما وجد جسده قد انتقل مرة واحدة ليكون في الناحية الأخرى بجوار فاتن. ابتسمت سارة ابتسامة غامضة وهي تقول: لقد انتهت، ولا حاجة بيها لهذا الجسد الممزق، ألا توافقني؟ ثم ظهر كلب سارة من خلفها، تومي وريتش العظيمان. في تلك اللحظة كان أضخم بكثير مما رآهما في الحقيقة، حتى أن جسد سارة بدأ إلى جوارهم كطفلة صغيرة. كانت عيونهما تتوهج ببريق ناري أحمر، وعلم فتحي في تلك اللحظة ما سوف يحدث، سوف يلتهمان جسد خطيبته السابقة. شاعرا بالخوف من أن ينتبه الكلبان له، كتم أنفاسه في عجز بينما اندفع الكلبان نحو الجسد المصاب وراح يمزقانه بأنيابهما. العجيب أن فاتن كانت في تلك اللحظة حية، الأكثر غرابة أنها راحت تضحك في نشوة وكأن ما يحدث يروق لها. وانقشع الظلام ليظهر رفاق قدام الموتى، رفاق الكتيبة الذين استشهدوا جميعا في الحرب. كانوا يشيرون لجسد فاتن في سعادة وهم يضحكون ويصفقون رغم أجسادهم الممزقة هي الأخرى. هذا جنون، كابوس لعيني يجب أن أفيق منه، فقط لو أنجح في الصراخ أو فتح أحد جفني، راح يفكر في جنون. في اللحظة التالية شعر أن هناك من يدق على كتفه من الخلف، وحين استدار وجد نفسه في مواجهة العجوز المحتضر. كان يقف خلفه وهو يضحك، هو الآخر فاغر أنفه مظلم كقبر ملعون، ويشير إلى فاتن في مرح. وبينما تراجع فتحي مبتعدا عنه في خوف حقيقي، فتح العجوز عينيه، كانتا سوداوين كأغوار بئر مظلم، وكان الدود يملأهما تماما مثلما رآهما في النهار. هذه المرة أفلتت الصرخة من فمه ثم استيقظ. كان الظلام قد حل في الغرفة، راح يلهث فوق الفراش في ظعر حقيقي والحلم المخيف يقبض على روحه. ورغم برودة المكان كان فمه جاف كأرض أصابها الجفاف، بينما غمر العرق البارد جبهته. استغرق الأمر بضع دقائق حتى هدأ روعه، كانت قطرات المطر تضرب النافذة في تلك اللحظة بقوة، فعلم أنها عادت تمطر. بحث عن علبة ثقابه فوق الكمود المجاور للفراش وأشعل أحد أعواده ونظر إلى ساعة يده، كانت تشير إلى نحو 10 مساء. يا الله، ما كل هذا النوم؟ هل نام كل تلك الساعات التي تزيد على 10؟ شرب بعض الماء ثم أشعل سيجارة وراح يرشفها ببطء في الظلام وهو يستعيد ما رآه في الحلم. لماذا يحلم بفاتن الآن؟ ألم يهرب من تلك الحكاية اللعينة هي الأخرى؟ ألم تكن فاتن واحدة من الأسباب التي دفعته للهرب إلى الصحراء؟ كانت فاتن خطيبته وجارته وحبيبته قبل أي شيء، وعدته وهو يرحل إلى جبهة القتال أن تنتظره حتى نهاية العمر. طالبته بالنصر، وحين عاد من المعركة مكسورا معاق لم تنتظر طويلا لتخبره أنها لا ترغب في إتمام الزواج، وخاصة مع وجود عريس سليم البدن يعمل بالتجارة جلبته لها أمها. أشعل المصباح الزيتي ثم فتح لها باب الحجر، وكالعادة وجد صينية طعام جديدة مغطاة بسلة من الخوص، لابد أن عبد النبي هو من وضعها مثلما حدث بالأمس. كاد يعود بها للداخل ويتناول ما بها حين تناهت لأذنه أصوات خافتة تأتي من حجرات الوحدة الصحية بالطابق الأرضي. أرهف سمعه فلم يميز غير الإيقاع الرتيب للصوت، وكأنما هناك من ينشد أنشودة قديمة غامضة. عاد إليه توجسه وهو يفكر في مصدر هذا الصوت. ألح عليه عقله الباطن أن يتجاهل ما سمعه وأن يعود إلى حجرته ويغلق الباب خلفه. متجاهلا تلك التحذيرات الملحة ارتدى حذاءه وحمل المصباح وهبط الدرج. كان الصوت بالأسفل أكثر قوة الآن، كانت عبارة عن تراطيل غامضة غير مفهومة، وإن أشعرته بالرعب
خاصة وقد تذكر أحداث الليلة الماضية. فكر أكثر من مرة في تجاهل كل ما يدور وأن يهرع عائدا لحجرته ويختبئ فيها، لكن عناده القديم دفعه لمواصلة السير. تسلل الضوء عبر الباب المفتوح لحجرة ملاحظة المرضى، حيث يوجد مريضه الوحيد. ومع الضوء انزلقت الرائحة الخانقة أكثر قوة من أي وقت مضى. صارت التراطيل هادرة في تلك اللحظة، وبقدمين لينتين كعشب وقلب واجف، تسلل فتحي ثم وقف مرة واحدة أمام باب الحجرة ليرى ما يدور داخلها. كان الرجلان اللذان أتيا بالمريض يقفان في الناحية اليسرى من فراش العجوز المريض، وفي الناحية اليمنى كان هناك الصبي الصغير. كانوا ينشدون بقوة تراطيلهم الغامضة في صوت واحد، وقد مدوا أذرعهم أمامهم على ارتفاع نحو نصف متر من جسد العجوز. كان كل شيء فيهم مخيف وغير آدمي بالمرة، لكن هذا لم يكن السبب الذي أفزع فتحي في الحقيقة. لقد كان قرد، كان هناك قرد حالك السواد في حجم الطفل الصغير يقف فوق جسد العجوز المحتضر وقد أولى ظهره للباب. كان سواد جسده مخيفا، فلم يتمالك فتحي نفسه وصرخ: هنا! التفت الجميع نحوه وصمتت التراطيل مرة واحدة، لكن فتحي لم يرى غير وجه قرد الغاضب الذي استدار برأسه ليراه. وجه مريع، أبشع ما في عيناه الصفراوين البارقتان والمشقوقتان بالطول كأعين الثعابين. تراجع فتحي للظلام بالخلف ثم تعثر بشيء غامض وسقط، فسقط المصباح معه وتطوح بعيدا فانطفأ نوره. تفاجأ بالصبي فوق رأسه وهو يرمقه بعينيه السوداوين في ثبات. كان يشعر بالرعب منه، لكن الصبي قال بصوت هادئ: هل أنت بخير يا دكتور؟ ماذا تفعلون هنا؟ ما هذا قرد؟ قرد؟ لا يوجد أي قرود هنا، إنه نحن فقط. وثب فتحي من فوق الأرض متجاهلا اليد التي مدها الصبي نحوه، ونظر إلى داخل الحجرة في غضب ممتزج بالرعب. لكن الغريب أن القرد لم يعد موجودا هناك، فقط الرجلان الواقفان في جمود غريب حول صاحبهم المريض قد نظروا إليه بنفس الثبات، بينما سمع الصبي من خلفه يقول: هل رأيت؟ فقط نحن ها هنا. في تشكك وبعينين زائغتين همس فتحي: وما تلك الترانيم الغامضة التي كنتم ترددونها؟ إنها أغنية بدوية قديمة كان يحبها، وكيف دخلتم إلى هنا؟ إنه عبد النبي، لكنه قد ذهب الآن. ثم أشار الصبي إلى المريض وقال: ارعاه جيدا يا دكتور ولا تدعه يموت، إنهما ليلتان فقط فلا تنسى. ثم استدار مع الرجلين وغادروا المكان بخطوات آلية، تاركين فتحي مع مريضهم المحتضر وهو ينطفت في رعب.